معطي معطي له يا سيدي سيدي يا كسكت ولا ولك انت تشم ولك بالكنين يا بني ادم ممنوع الحكي ولك اخراس ولا اخراس ما 100 مره قايل لك انا انه في كمية ولك اسكت انت ثاني ولا ايه اسكت اذا بتريد ممنوع الحكي حاضر اسكتنا ولك يا جماعه احنا بكمين بكمين ما احنا بنضاف تخريوش سيدي لك شو بدك قرعتني لك بعتني ولك تصلي ولك سيدي سيدي ولك سد بوزك ولا ولك ممنوع الحكي بالكمين ولك لك عم يقول لك سد بوزك يعني سد بوزك وانت الثاني سد بوزك ولك حطينا سرمايه وسدينا هنا بصعيد ولك بكمين بكمين احنا يا امه الله بكمين ممنوع حدا يحس علينا الجن نزلك ما لازم يسمعنا بكمين يا سيدي لك شو بدك يرحم ابوك بقبره بق هالبحصه وخلصنا عاد بقول له اياها خلصني سيدي أه؟ هلا نحن اخذنا بالدوره انه الكمين لازم يكون سري ما هيك ايه مظبوط هالحكي مظبوط هالحكي ايه يا ام الله كيف سري وحاطط لي سيارتك بنص الطريق يا هم لالي يا هم لالي يا هم لالك الرحي ها ها بيكونوا راحوا من زمان كشفونا يطعم كل حاجه والناس راجعه ولا ما تنقبر من الاول تحكي تقول السياره بنص الطريق ها بالله والله يا سيدي كل ما جيت لاحشي تقلي نحن بكمين ما لنا مضافه هذا خريوش خريوش هذا اسمه ولك لك حتى ولو قال لك خراس ولا غشين هلا افرض انه واحد من المهربين ماسك دكتريوف او كلاشينكوف ومنوشن على راس سيادته بتحكي ولا بتخلي المهرب يطلع نقر الدين طلقه هيك من كعب الدست على راس سيادته ويطرطش له خاعه ويلوت فهن الصقر ولك تضرب انت فسيره ولا تضرب انت فسيره هاي السالفه في البايخه اللي ما لها طعمه ضروري يعني ناس عليه بالكلاشن كوفي يطير له خاعه ويطرطش على الصخر ما هذيك تشرب من القصه ويقول قوس قواس ويبعد هيك عنه والله ضروري يعني تكتب بتقريرك المفصل كل شيء بدك اياه على كيفك اغلطنا لو سيدي ومنك السماح شو صار يعني والله اذا بتعيدها ثاني مره عيونك لشيلهن حاضر قوموا انقبروا قوموا قعدتنا وقلتها واحد ابو دي وما السرير عند اصعب جيب كل كراره من عنده ليه شلح له 100 ليره اكرميها امرك يا رجل برضه ضرطوا امرك معلمه يلا عيني يلا